لكل اللي عايز يلحق نفسه في الكيمياء دي يا جماعة، يعني أسئلة لازم لازم تيجي في الامتحان بمشيئة الله، نركز فيها خلاص. اللي ضايع في الكيمياء أو مش مذاكر كويس أو يعني مذاكر نص نص، ركز على الأسئلة دي. طبعا الأسئلة دي يا جماعة للأمانة العلمية من تحضير أستاذ محمد النمري، يعني جزاه الله خيرا. وأتمنى الناس تعمل شير الفيديو في كل مكان، عشان في ناس كتير ضايعة مش عارف تعمل ايه في الكيمياء، فتركز جدا يا جماعة في الكلام ده لأنه مهم جدا جدا يعني. وبالتوفيق.